من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله ورحمة للعالمين. ما زلنا أيها الأحباب مع ابن عشير رحمه الله. ابن عشير يقول رحمه الله: فصل. وخمس صلوات فرعين، وهي كفاية لميت دون ميت، فرضها تكبير أربع دعاء، ونية سلام سر تبعا، الصلاة غسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن، فجر رغيبة وتوقضى للسوال، والفرق يقضى أبدا وبالتوال. أنا هذه الدميات تتكلم فيها الإمام رحمه الله على الصلوات اللي هي فرض عين، الصلوات اللي هي فرض كفاية. وفهمنا في الأسبوع اللي داز قلنا بأن الصلاة هي تنقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وفرض عين هو على كل إنسان، على كل مكلف، وهي الصلاة الخمس. فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقي، ما كيديرها ناس الحرج كيحيد على الباقي. طبعا النفل أيضا ينقسم إلى قسمين، نفلة تنقسم إلى جوج أقسام. كاين النافلة اللي هي ما له اسم خاص، أنا عندي اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة، معنى هذا الاسم خاص، ما كنقول الوتر، العيد، الفجر، يعني تحية المسجد، كسوف، خسوف، ضحى، يعني هذا اسم خاص. ما دام كنسميهم هذه النافله هذه اصبحت عندها اسم خاص، ما له اسم خاص. لما كيكون عند اسم خاص لانه اما يكون مؤكد حال السنه ومن الرغيبه، الوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر وغيرهما، وما يسمى باسم عام. ولا كيكون عنده يعني النافله عندها اسم عام، اسم عام يعني بحال الرواتب، اسم العام هي الرواتب، أنا كل صلاة عندها رواتب ديالها، كاين الصلاة اللي كيكون عندها نافلة قبل ونافلة بعد، الظهر مثلا عندها نافلة قبل ونافلة بعد، العصر عندها نافلة قبل ماشي بعد، لأن في المذهب المالكي ماهيش النافلة بعد صلاة العصر، المغرب عندها النافلة بعد صلاة المغرب، العشاء عندها النوافل الرواتب هذه قبل وبعد. الفجر كذلك، هذه كتسمى الرواتب، هذه الرواتب، هذه الرواتب هي اسم عام، تسمى النوافل لكنها عندها اسم عام. نعم. وتكلمنا بدينا كنتكلموا على هذه النوافل، او هذه النوافل اللي هي عندها اسم خاص، وبدينا كنتكلموا على صلاة الجنازة، وقلنا بأن صلاة الجنازة هي عندها الفرائض وعندها السنن، والفرائض ديالها شحال؟ ها؟ أنت ما حضرتش معنا؟ 14. أربعة. يعني الفرائض ديال صلاة الجنازة أربعة. الفرض الأول شنو هو؟ ها؟ هو النية دائما، هي كتكون في النية الفرض الأول. الفرض الثاني تكبير، أربعة تكبيرات. الفرض الثالث يعني دعاء
الدعاء، والفرض الرابع والسلام. هذا هو الفرائض ديال صلاة الجنازة. عاهد إلى خصنا واحد من الفرائض الصلاة ديال الجنازة ديالنا ما تكونش صحيحة وباطلة. غير أن القاضي عياض رحمه الله، هذا من علماء المغرب وهو من موالد السبتة، السبتة السليمة، السبتة هذه كان توفي فيها القاضي عياض رحمه الله، أقرا في الأندلس وكان ومات في مراكش من سبعة رجال. هذا القاضي عياض رحمه الله كيزيد فرض خامس، كيزيد فرض خامس على الفرائض. شو هو الفرض الخامس؟ هو القيام، القيام لها، القيام لصلاة الجنازة. بمعنى أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وصلى جالسا فصلاته باطلة، وهذا كيكون حتى في الصلوات المفروضة. فزاد القاضي عياض رحمه الله الفرض الخامس وهو القيام لها. فلو كان الناس يستطيعون أن يصلوا قائمين وصلوا جالسين صلاتهم. إذن هذه الفرائض، الفرائض أربعة ولا خمسة هما اللي كتقوم بهم صلاة الجنازة. النية دائما الإنسان كيديرها في الأول قبل التكبير، التكبيرات على الصحيح، الصحيح أنها أربعة تكبيرات، هذا هو المشروع عندنا في المذهب المالكي. أما أن كاين بعض الفقهاء وبعض العلماء اللي كاين عندهم تكبيرات ماشي أربعة، وإنما عندهم خمسة، كاين اللي عنده خمسة تكبيرات، كاين اللي عنده ستة تكبيرات صلاة الجنازة، كاين اللي عنده حتى سبعة. وهذا ما غاديش ندخلوا في المسائل الخلافية، شنو السبب الاختلاف ديالها وشنو الدليل وشنو كذا. فاحنا المقصود ديالنا هو كنشرحوا ما هو مشهور عندنا في المذهب المالكي حتى يفهم الناس. لأنك قال العلماء قال لك من يريد سلامة الإسلام فليفتي بالمشهور في الأحكام. من أراد سلامة الإسلام فليفتي بالمشهور اللي هو مشهور في الأحكام. والمشهور العلماء يقولوا هو ما كثر قائله، يعني اللي يكون عند الناس كثير مشهور معروف، هذا هو المقصود ديالنا. أما من أراد التخصص يعني في الفقه العالي أو الفقه المقارن فيمكن يشوف كتب ديال الفقه ويدرس هذه المسائل هذه، ولكن ليه لا له فقط، ما يسمحش انه يصلي بعامة الناس. بحال مثلا يجي هنا المسجد ولما يقول الله اكبر اذا سبعة كبيرة في صلاة الجنازة، وهذا اسمه فتنة. يعني انت عندك الخلاف وكاين القول ديال العلماء وكاين كذا، لكن عامة الناس لا يستوعبون، لا يستوعبون، يجيب لهم سبعة ركعات لان من الصغر ديالهم كبروا في بيئة يعني كيصلي وصلاة الجنازة كيكبروا أربعة تكبيرات، وهذا هو المشهور عند عامة الناس. ما تجيش ولو كان عندك علم تجي مثلا تجيب سبعة تكبيرات كأنك تفتن الناس. لو واحد مثلا يجي من الناس يعني الصلاة ويقرأ القرآن الكريم ويقرأ بقراءة السبع للناس الذين يفهمون مثلا قراءة ورش، فقرأ الفاتحة غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط هذه الكلمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير الناس. يعني اسمعوا هذا الشيء، قال وش هذا القرآن جديد؟ هل هذا قرآن جديد؟ طبعا فلا بد للإنسان طبعا أن يفتي الناس بما يعرفونه وبما هو متعارف عندهم. أما التخصص في الروايات وفي المذاهب وفي هذا، هذا للعلماء فقط. فعليهم المشهور عندنا هو أربع تكبيرات، ليس فيهم من هذا الفرائض قراءة الفاتحة، ليس فيهم في التكبيرات هذو في الفرائض قراءة الفاتحة. لو فرضنا أن الإنسان قال الله أكبر ودعا الله أكبر ودعا الله أكبر ودعا الله أكبر ودعا، الصلاة صحيحة. لكن أحسن كما قال مالك أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام ويحمد الله ويثني عليه، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالرحمة والمغفرة، والتكبيرة الرابعة يدعو لأمة محمد لأمة المسلمين على خير ويسلم. لكن لو فرضنا انه ما داش هذه الكيفيه، كل دعاء بعدها كل تكبير بعده دعاء خلاص،
جائز. ولذلك يعني طبعا حتى الخلاف في المسألة ديال الفاتحة هي فرض. فبعضهم كيستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا كيفاش يعني؟ أما أن الفاتحة ليست فرضا. وقراءة الفاتحة هي يعني هو مذهب الإمام الشافعي، لكن الورع العمل به للخروج من الخلاف كما قال الإمام القرافي. والإمام القرافي هذا من علماء المالكية وهو من أهل مصر، لكن الأصل دلوه المغرب. قال الإمام القرافي يعني المقصود بالنية هي قصد الصلاة على الميت خاصة واستحضار كونها فرض كفاية، ولا يضر إذا غفل عن هذا الأخير. إذا قراءة الفاتحة ليست فرضا عند الإمام مالك رحمه الله اتفاقا. والإمام مالك استحب في الدعاء دعاء أبي هريرة، ودعاء أبي هريرة رضي الله عنه هو قوله رضي الله عنه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ما كاين دعاء جابه الإمام أبو زيد القرواني في الرسالة، يعني لم يجرى أو لم يجري عليه العمل. أنا كثير من الناس ما كيديروش بعد، يعني اللي هو مشهور في المذهب ليس مع الإمام أبو زيد القرواني، كيسميوه الفقهاء الإمام مالك الصغير، هو من أهل القرواني من تونس. لم يجرى عليه العمل لطوله لأنه طويل. وقلنا يعني بأن الإنسان خصو يذكر لأن الدعاء اللهم إنه إذا كان رجلا وإن كانت امرأة اللهم إنها. لكن لو فرضنا أنه أنت في موضع التذكير أو ذكر في موضع التأنيث فلا صحيح، يعني ما فيش مشكلة. هذه الفرائض أيها الأحباب يعني المشهورة في المذهب ديالنا المالكي، يعني على المشهور. ولا يستحب دعاء معين اتفاقا، ولا قراءة الفاتحة على المشهور. وكل هذا هو المشهور عندنا بالكيفية اللي احنا كنديروها. طبعا يعني الجنازة احنا تكلمنا في الأسبوع اللي داز على بعض المسائل. احنا الميت مثلا لما كيموت باش خصنا نكفنوه؟ انا قبل ما نصليو عليه صلاة الجنازة راه كنكفنوه، كنغسلوه نديروا له الكفاف. وهذا خصنا نعرفوه جميع، خص المسلمين كل مسلم يعرف كيف يغسل الميت، سواء كان رجلا وكان امرأة. احنا اليوم لما تموت واحد المرأة راه كيمشيو لها الناس لباريس باش يجيبوا واحد المرأة تما تغسل. ولا بعض الاحيان يموت رجل فينتظرون احدا ياتي من بعيد باش يغسلوا. بعض الاحيان لما كيجي هذاك الانسان اللي غادي يغسل كيدخل على الميت كيغسلوا وحده. انا صعب جدا باش واحد يغسل واحد، لا بد على الاقل يكونوا يعني زوج الناس فوق باش واحد يكبر الماء واحد يهز واحد كذا رفقا بالميت. لكن لما كيجي واحد كيدير روبيني كيغسل من فوق بدون ربما حتى السنان حتى الكيفيه الوارده، لان الغسيل هذا ماشي مقصود بيه غير دير ليه الصابون وتغسلو وراك غسلتو. لا، الغسل ديال الجنازه او غسل الميت معنى خص يكون كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن غسل الميت ودفنه وكفنه بالصلاة عليه. الغسل دياله والكفن دياله والدفن دياله بحال الصلاة عليه. إذا قلنا بأن الصلاة ديال الجنازة هي فرض كفاية، حتى الدفن وحتى الغسل وحتى الكفن دياله راه كيصبح فرض كفاية. فإذا ما كانش شي واحد اللي غادي يمكن يديه للمقبرة باش يدفنوه، فواجب عليك باش تحبس العمل ديالك وتمشي تدفن خوك. إذا ما كان حتى شي واحد
إلا ما كانش اللي يغسلو راه واجب عليك باش تعلم كمسلم تغسل خوك. لا رجل ولا مرأة، إلا كان المرأة غادي تغسل المرأة، إلا كان الرجل غادي يغسل الرجل. إلا ما كانش أهلو عندهم الكلب باش يشتروا الكفن، خصنا حنا نتفارضو باش نخلصو الكفن لهذا الإنسان ونشتروه. هذا ضرورة بحال الصرع. أما بعض العلماء يعني منهم الشيخ أبو محمد رحمه الله قال بأن الغسل قال بأنه سنة، وقال بعض العلماء منهم القاضي مع البغدادي من علماء بغداد قال بأنه فرض كفاية، وعليه ذهب الناظم رحمه الله ابن عشير رحمه الله. إذن يبقى لنا الصفة الكيفية ديال الغسل ديال 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 الميت، كيفاش نغسلوا الميت؟ كيفاش نغسلوا الغسل ديال الميت؟ نحاول نغسلوا نعرفوا هاد الأشياء هادي ونغرسوها في الذهن ديالنا ونتعلموها عملا وما نخافوش. بعض الناس يخافون من الميت، راه الميت لما يموت راه ما ينرجع، شو مازال غادي خاص ينتهى عمل. هو أنه بعض الأشياء خصو يعرف هاد الإنسان اللي غادي يغسل الميت، ما عرفو كيفاش يغسلو. ابتداء الأول الغسل ديال الميت الصفة ديالو بحالو بحال الغسل ديال الجنابة، يعني الإنسان لما كيوقع توقع عليه الجنابة سواء احتلم أو جامع زوجته فكيغتسل. وهذاك الكيفية ديال الغسل اللي كنديرو الجنابة نديروها للميت. الغسل ديال الجنابة كيفاش كنديرو؟ راه باين. أولا لما كيمشيو باش نغسلو الميت البداية ديال الغسل أول شيء كنزولو ليه الأذى، النجاسة، النجاسة اللي عليه سواء النجاسة الظاهرة ولا الباطنة. هذه النجاسة هذه التي هي على الميت يجب أن تزال، صحيح نغسلو ديال الصابون تذكروا في ديال السدر والكافور والمسائل هذه. الحمد لله الأمور تطورت أصبحت الوسائل ديال الشامبان أصبحت يعني البرودويات اللي هي معروفة فيمكن نغسلو بها الميت باش نزول نقصد هذه الأشياء كلها هو إزالة ما عليه من النجاسات. نزول عليه الأشياء اللي هي عالقة به بلا نية، وإن كان تعبدا إنما يحتاج إلى نية، يعني مش ضروري باش نبغيو نحيدوا عليه النجاسات نحضروا النية بأن غادي نغسلوا نحيدوا النجاسة، لا يعني فقط نغسلوا مزيان ونحيدوا عليه المسائل ديالو كل هالأشياء اللي هي لاصقة به وهكذا. وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في المسلم. هل كيفية هذه إذا لازمو؟ نديرو الصابون نحيدو نشطو عليه الشعر ديالو وكل المسائل هذه. لا بعض العلماء قالوا واش نحسنوا عليه ولا ما نحسنوش، بعضهم قال ما يحتاجش أنك تحلق ليه يعني الشعر ديالو ولا تحلق ليه الراس ديالو ولا كلشي، وصل ليه الحالة كما هي. وبرفق السيكون داك الشيء فيه مع الرفق، واش هذا ميت؟ أنا ندير فيه كما نحب ونقلبو كما نحب وندير ليه ونجيب المسخور نكبو عليه لأنه ما يحسش، ولا نجيب المبارد ونكبو عليه لأنه ما يشعرش، لا راه بحاله بحال الحي. الميت عندما يموت مثله مثل الحي. إذا كان الحي كيحس ويشعر بالمسخور طيب ما يقبلوش ذلك الميت. لو أذن له بالكلام لقال لك يا فلان اتق الله وارفق به، ولكن مع الأسف مع أنه صار انتهى ولا تقلبوا الميت لما تمشي تغسلوا تقلبوا واحد قوة تكسر لي العظم ديالو حتى هو يحس بحاله بحال الحي. لذلك أول حاجة التي يحساب زوروا له الثياب ديالو استروا له العورة ديالو، دير واحد الإزار ولا حاجة على سواء رجل ولا امرأة، شي خلاص يخلي الإنسان عريان وهكذا استر له العورة ديالو ونغسلوا الصابون ونغسلوا المسائل هذه. وما يكونوش الناس كثير، واحد ولا اثنين اللي غادي هما يعني اللي المهمة ديالهم هذه، لأن هذا الحق هو كيتسالونا هو ميت.
حقوق الإنسان تكلم عليها الإسلام في الحياة وبعد الممات. شنو في الحياة؟ لما يكون حي خصنا حق الإنسان، حتى لما يموت كيتسلى على الحق، وهذا الحق الذي يسألنا الميت لكي يتسلى وهو ميت وهو خصنا نرفقه به كما قلنا. وثانيا استر العورة ديالنا، وثالثا العيوب، العيوب اللي فيه مشوش على الناس ولا ودي الله. خامس فلان فلان هذا رايح هذه الكريهة أو الصورة وهو تغيير مشكل، وقاع الشيء اللي فيه ديال العيوب تخرج الناس يعني تقولها، هذا انتهاك لحقوق الإنسان وهو ميت. علاش؟ لأن هذا الإنسان مات ما يقدرش مازال يدافع على رسول بالكم ديال الله. شي كذب الكلام اللي قلت ماشي صحيح، وخلاص فهمي يرى يمس الإنسان ديالو وقف ما يقدرش يدافع على رسول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بماذا؟ خير. اذكروهم، ولما تذكروا الموتى ديالكم اذكروهم غير بالخير، تكون فيه الحاجة اللي مزيانة، أما الحاجة اللي هي خايبة لا تكلمش فيها، سواء كان رجلا أو كان امرأة. علاش؟ لأن لما تذكر الحاجة اللي خايبة هو ما يقدرش يدافع على الرسول تاع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، العمل ديالو وقف. فلذلك نزوله يعني بات ثياب وصوم ثياب فوق، وبعد ذلك نبتدئ بماذا؟ بالكفية للغسل. الكفية للغسل بعض العلماء قالوا نديروا الغسل هو الوجه، وبعضهم قال بأن الوضوء هذا ماشي واجب. فلو فرضنا أن الإنسان بدينا الغسل مباشرة ديركت لما غسلناه الطفلة، بدينا اللي بغسل ديركت من الراس ديال الراس ومن السليم ومن السليصر كاين مشكلة يعني صحيح، ولكن الأحسن يبدأ الإنسان بالوضوء الصغير. الوضوء الصغير كيدير على الاستنجاء، الاستنجاء أنه كيدير واحد الليقة في يدو ما يمسش الجسد ديال الدم، ما كان ديالو يمسو في أماكن حساسة رجل أو امرأة، لا بد تغسل يدو واحد الليقة وغسل ليه المكان ديالو، صل ليه الكرش ديالو شوية حتى الكرش ديالو يخرج، بعد ذلك يدير ليه الاستنجاء، يطلع عليه الوضوء ديالو الصغير كما هو كنديرو جميع، وبعد ذلك يبدأ بغسل رأسه ثلاث مرات، يغسل رأسه ثلاث مرات، وشق اليمين ديالو اليمنى اللي شاد الإمام يمسح ليه ديالو اليمنى، وغسل النص ديالو الأيمن، ثم بعد ذلك الأذن اليسرى، ثم النص الأيسر، وغسل رجلين ديالو بعد، هذا هو كيفية اليسرى. إذا هذا خصنا نتعلموها، واجب علينا باش كل واحد من المسلمين يعرف كيفاش يغسل خوه، ما يسمحش هذا الشيء. هذا عندنا فيه ناس مختصين، احنا ماشي مسيحيين، عندنا ناس في الكنيسه اذا ما كانش رجل الكنيسه انه يدير هذه الاشياء هذه، لا احنا هذا العمل هذا كلشي الناس يقوموا به، ماشي غير لا. وحتى هذا الشيء وقع عندنا في البلدان ديالنا، ولاو الناس كيغسلوا كيشرطوا الامام في بعض المساجد في البلدان ديالنا، شرط صحيح باش يغسل الميت، باش يغسل الميت إلا ما شي واحد يعرف كيفاش يغسلو ويدير ليه الكفن وخلاص، ماشي باش يعلم الناس وباش يربيه وباش يرجع وباش كذا، لا، لأن الغسل ديال الميت كل واحد خاصو يدير. هذا الكفية أيها الأحباب ديال الغسل، لكن يبقى الكفن، الكفن باش نديروه في الكفن، الكفن هذا واجب. غاديش نديهم العوره ديالو يعني بينا، لا بد اننا نديرو في الكفن، والكفن احسن ان يكون هذا الكفن ابيض، ان يكون من ثوب ابيض، هذا هو احسن. فلو كفنا في اثواب اخرى لها الوان اخرى شيء جائز، المقصود هو ستر العوره، لكن احسن شيء ان يكون الكفن من ثوب أبيض، وبهذا الكفن الأبيض مثله مثل الكوستيم ديال الإنسان لما كيمشي واحد العرس ولا واحد الرياج ولا كذا، ولابس واحد اللباس جميل ديالو واحد الحطة، كذلك الميت عندما يدخل إلى قبره باللباس الأبيض فهذا شيء جميل يتجمل به الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء كيدخلوا
هذا الكفن في قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك نصيب بعض العلماء قالوا النصيب شنو هو النصيب هو الكفن لأن لك شيء في الدم من الإسلام الكفن هذا ولكن الدم عن الإسلام كل استيمار كل شيء يخليه معلم نعم يخلي المري يعب يعني من ثوب حرير وكذا وكذا لكن يسمح يخرج انه في ثوب ابيض هذا هو اللي يمكن غادي يدخل به الانسان وهذا هو اللي كيفتخر به الانسان وهذا هو المصير للدمع وهذا يؤخذ من ماذا؟ من ماله فعرفوا الانسان لما كيموت الميت لما يموت الميت كيكون عنده المال والديار والفيرمات والاموال والابناء والسيارات ففي مجرد انه يموت يتوقف كل شيء يعني ما بقاش عنده من هذه الاشياء شيء ما عنده من ماله الا الشيء الذي يؤخذ من ماذا من ماله الكفن باش نجهزوه كفنوه نجهزوه ونديوه للقبر ونحفروا له القبر ديالو بهذه الوسائل هذه يمكن ناخذوها من المال ديالنا ما عدا ذلك فلا يجوز ان يؤخذ شيء من ماله ان اصبح المال ديالو للورثه لا إذا أوصى الإنسان في حياته قبل أن يموت بمال أوصى واحد وصي قالوا ودي أنا نمت غادي نوصي المال ديالي بفلان واحد النصيب وهذاك الوصية هذيك ما تفوتش ثلث ما تفوتش ثلث ديالها يجيش واحد مثلا واحد الإنسان بغى يموت وشاف راسه كذا وعنده الأولاد قال الحاج روح يجي المال هذيك واش غادي نعطيه مال فلما مات الميت جاء الوصى له ذاك الانسان اللي عنده الوصيه وقال ودي انا هذا الشيء اللي عندك باكو كل شيء راه خلاه لي ها الحج وهل هذا جائز؟ هذا ليس جائزا انما حتى لو اوصى الانسان في حياته بماله كله لواحد وجاء هذا الانسان المصالة بوصيه بورقه يعني عند الورثه فالشرع الإسلامي كيتدخل في هذه المسألة هذه وكيقول لأن هذه الوصية فقط لا تفوت الثلث. الثلث فقط. حتى لو عندك مثلا كل شيء معنى خلى كل هذه الأشياء هذه يمكن الوصية ديالك تقبل ولكن ما تفوتش الثلث ديال المال. ولو بالزوجة ولا الأولاد. ها؟ ولو بالزوجة ولا الأولاد. إذا أوصى الإنسان لأولاده أو أوصى لزوجته هذه الوصية غير صحيحة. واحد مثلا غادي يموت قال ودي يا شباب عندي واحد ولد ولا عندي واحد البنت ولا الزوجه يعني غير نص ديالها هذا كان جائزا في يعني في بدايه الاسلام كان الانسان لما يبغي يموت كيوصي لواحد ولده لانه يحبه ولا الزوجه الى اخره وهذاك الوصيه نافذه ولكن جاء الحكم من الله عز وجل كيزول هذا الحكم هذا شنو هو الحكم هذا؟ قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يعني لما تحضر الموت الإنسان إن ترك خيرا يعني مال الوصية للوالدين والأقربين بماذا؟ بالمعروف حقا على المتقين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كان ذلك جائز يجي حديث سيدنا رسول الله يقول فيه صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوالد ألا لا وصية هذا اللي كيقولوا فيه العلماء يلك الحديث السنة كتسخ القرآن إنسان عنده عزو عنده ولاد مع امرأة الأولى مات وراه مقيعة وكتب عليها الرزق تاعها اللي عندها سكنة على المرة الثانية باش يكون يمتنع عمر الوقت هذا الحق زعما كتب وخا يكون كتاب الكتابة لو كتب إنسان لإنسان فالكتابة لا تحل حلالا ولا تحرم حراما يمكن تمنع واحد إنسان من يمشي قانونا ولكن عند الله ما يتمناش فإذا يعني واحد إنسان حب واحد الانسان واحد ولد ولا واحد والد من الارث حرم من الارث حرم الله عليه الجميع لو كان هذا الولد عاق هذه ما
الله عز وجل هو اللي كتب يوصيكم الله وفي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين وكيجيو بعض الناس يخدموا العقل ديالهم ويخدموا هذا ويقول لك ودي هذا ما نعطيه أخي هذا أمر الله حتى لو كان ذلك عقل ولو كان كما نقول احنا بالدارجة مسخوط هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن تعطي حد وتمنع حد بزاف اليوم من المغرب اللي يديروها بيع ولكن إذا كان البيع الصوري إذا كان البيع كما يسميه الفقهاء البيع الصوري هذا لا يحل حلال ولا يحرم هذا تحايل هذا تحايل تحايل ونحن نقوله بالدارجة لا حيلة مع الله لا حيلة مع الله لا شرع الله هذا فيما هذا الكلام اللي قلناه الحديد السنة تسخط بمعنى كيفاش تسخط بمعنى أن الآية موجودة في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين هذه آية كنقرأها ولكن ما في شيء حكم لا يحكم بها في المحاكم الشرعية لماذا؟ لأن جاء الحديث جاءت السنة فنسخت الحكم نسخت الآية وهذا ما يسميه الفقهاء من الناسخ الذي نسخ حكمه وبقي لفظه الحكم ديالو منسوخ واللفظ ديالو باقي يمكن نسلوها في ست مجي الإمام يقول الله أكبر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ كتب عليكم وإذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وذلك صحيح لأن هذا القرآن موجود وهذا طبعا هذا مسألة أخرى هذه من بعض يتكلم على أحكام القرآن يتكلم على الأشياء لأن كاين القرآن كاين الناسخ والمنسوخ كاين بعض الأحيان القرآن كينسخ القرآن كاين بعض الأحيان القرآن ينسخ الحديث بعض الأحيان الحديث ينسخ القرآن وهذه مسألة يعني تكلم فيها الإمام السيوطي رحمه الله الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن هذا الكتاب على الإتقان في علوم القرآن ما يمكن يشتري الإنسان من القرآن يجد هذه الأحكام كلها يعني موجودة فلذلك هذه الوصية هذه إذا أوصى الميت لإنسان لا يرث واحد إنسان اللي ما يورثش هذا هو اللي عنده الوصية والوصية ما تعداش تولد لو فرضنا أنه شفت هذا الناس وصى لهم مثلا خلت 3 ملايين هذا أوصى له بمليون وهذا أوصى له بمليون وهذا أوصى له مليون وعنده الولد فلما مات جاءوا هاد موصى له هاد الناس هادو كل واحد جاء ورقة قال له ودي باكم وصى لي مليون الآخر وصى إذا الولد ما بقى له والو شو يقول الشرع؟ كيقول هاد 3 هادو غادي نجمعوهم في وصية واحدة مليون عندهم الحق في مليون واحد فقط يقسموه 3 الشيء الاخر 2/3 معنى كيرجعوا الورثه باش ما يمكنش يحرموا لان هذا القصد منه القصد منه هو الاضرار بالورثه وهذا لا يجوز الاضرار بالورثه اذا مات الميت الشيء اللي كان ناخذوه من المال ديالو هو ما نجهزوه باش نجهزوه باش ندفنوه من كفن وحفر للقبر واصار وحتى بعض الاحيان يعني الشيء اللي كيديروه الناس عادة ديرهم العشاء اللي كيديروا الطعام ويديروا كذا يمكن إذا أوصى هذا الميت بأن يؤخذ من ماله باش يديروا لي الطعام ويديروا لي هذا أما إذا لم يوصي بعض المعلش بعض العلماء كيقول في اليوم يعني هذا العشاء اللي كيديروا الناس راه حرام وكذا وبعض الفقهاء كيدخلوا في المسألة لهذه المسألة هذه لماذا؟ لأن بمجرد مات توقفت أمواله ليس لأحد أن يتصرف في هذا المال الذي تركه ميت حتى يرى فيه حكم الله لأن الحكم الله عز وجل واحد غادي تولد للولاد ديالو واحد الربع واحد خمس واحد ثمن واحد باقي في كرش ديال امه واحد غايب فلما كيجي هذا واحد من الأولاد ولا واحد من العائلة كيبقى يتصرف ذاك المال ويشري العشاء والطيب هذا هذا الشيء اللي غادي تنفقوا استكشف ان الورثه كلهم هل هم قابلين ولا لا ان كانوا قابلين فما فيش مشكله لا احد يقول لان الصدقه على الميت حرام
لأن أهله أولورة موافقين. أما إذا لم يكونوا موافقين هذا هو المسألة. المسألة لك ما كيموت الإنسان نخلي واحد رأي صغار بقي ماشي مجهور بقي ما أبغيش نعرف أول ما يكون الإنسان بقي بخي ما بغيش المال دي ربع أنت حق صرفي في صبح قاضي التحجير ولا كي يقوم على هذا المال هذا دير هذا الورثة على السبيان حتى يبلغوا باش يكون عندهم كما قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا. هذا هو المسألة. أما إذا كان الإنسان من تلقاء نفسه ويدير الطعام ويكرم الناس صدق على أبيه من ماله وبالغ وعقل يجي شي واحد يقول لك أنت أنا بدأت البدعة ولا رب خلف. إذا التفن ديالو ضروري. إذا مات الإنسان هذا وما عندوش بحال الناس اللي كيموتوا هنايا في أوروبا واحد ما عنده لا أسورانس وما عندوش موافقين ما عندوش ورثة اللي غادي يورثوه اللي غادي ينفقوا عليه وما عندوش وكيصبح واجب علينا كمسلمين هنا مثلا الناس ديال الصغرى مات واحد عندها صغرى وعلمنا بأنه ما عندوش الله غالب الزوج ديالو الله غالب فواجب علينا كمسلمين أن نعطي كل واحد منا يعطي قسط من المال باش يمكنها السترو بل الأكثر من هذا ماشي غير مسلم لو فرضنا أنها نفس صغرى وواحد إنسان مات غير مسلم يهودي ولا نصراني وما عندوش اللي غادي يدفنوه ما عندوش فواجب علينا كمسلمين أن نعطي من مالنا حتى ندفنه لأنه إنسان هذا الدين ديالنا الإسلام الدين ديالنا الإسلام يدعونا إلى هذه الأشياء حتى لو كان الإنسان غير مسلم إذا سمعنا واحد كثير وقعت هذه المشكلة هذه وقعت هي واحد إنسان مسلم كان متزوجا مسلم هو متزوج بإنسانة غير مسلمة ولما مات هذا الإنسان ترك وصية بأن يحرق هذه هنا في المنطقة ديالنا أيها أنه وقع بأنه لما يموت خصهم يحرقوه المشاكل وصلنا لها كمسلمين فلما سمعنا بالخبر هذا أنا أضرنا ذلك كمسلمين لأن الله عز وجل ما يقبلش هذا العمل سواء للمسلم ولا غيره لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى سواء كان من الحيوان أو الإنسان أرسلنا إلى زوجته اللي هي غير مسلمة معها هي غير مسلمة لما نقول غير مسلمة عندها حق تنفيذ وهي فقط اللي في القانون الفرنسي اللي عندها حق تقول لي هي ولا لا ترفض ولا تقبل إن أرادت ما كاينش شي واحد لأن القانون معها وصلنا إلى وقلنا بأن هذا الإنسان مسلم ربما يعني كان متطلق ولا كان غضبان فإحنا باسم المسلمين الموجودين في هذه المنطقة لكن لطفا بهذا الإنسان احتراما لهؤلاء المسلمين انك تقوم على باش نديروا هذا العمل وكين فاصلت الحمد لله وقبلت بان يدفن هذا الانسان يعني بكيفيه اسلامي الحمد لله طبعا هذا شيء جميل فالدفن ندفن واحد الانسان ضروري مسلم ولا غير مسلم اذا ما عندوش سمعنا بواحد الانسان ما عندوش لانهم غادي يحرقوه لان ما لقوش غادي يحرقوه حنا واجب علينا كمسلمين باش نجمعوا المال وكذا باش نستمروا هاد الانسان وندفنوه على الكيفيه ديالو على الديانه ديالو حنا ماشي ضروري باش ندفنوه باش ندفنوه كدفين ديال المسلمين ندفنوه كما كيدفنوا هما فقط كيف ما كان نوع الانسان لان احسن شيء يمكن نديروا فيه الانسان بعد ما يموت احسن وسيله اللي تكرم اللي كتستر الكرامة ديالو كيبقى الإنسان عنده قيمة وهو المرد اللي نحفروا ليه في الأرض ونديروا عليه التراب هذا علاش؟ لأن الإنسان أيها الأحباب سواء أحرق سواء حرقناه الرائحة ديالو ربما الناس يتأذون منها طبعا الدول الإفريقية ما عندهمش
بحال كيخرج الانسان مرة وكي شتو الهنود كيفاش كيديروا الحريق، ماشي حتى واحد الكيفيه اللي هي مستورده، يخرجوه قدام الناس يديروا في واحد الواحد هو يديروا الحطب ويديروا هذا يشعلوا فيه وهو كيتحرق الانسان الكرامه ديالو. وهذا طبعا لا نؤيد هذا، فإذا أحسن وسيلة للإنسان هو لما نديرو في القبر، لما نديرو في القبر ندير الاضطراب الحجري يتحلل جسم الإنسان، يجوز عليه فترة من الزمن كيتحلل، حتى الروائح ديال الكريهة والأشياء اللي فيه كتكون مستورة، لا يتأدى به أحد ولا يقول هذا إنسان، يعني خصنا يعني ما يشموش الرائحة ديالو، وحتى النفس شوف الإسلام كيتدخل في هذه المسألة، المسألة هذه كيتدخل فيها هو النفس، النفس شوف. لكن الحالة لما كنت في واحد الإنسان يعني لو فرضنا أنه دفناه بغير غسل أو يعني دفناه بغير صلاة ما صليناش عليه، إذا ما عندناش الحق باش نمشوا ونحفروا عليه مرة أخرى، علاش؟ لأن إذا حفرنا عليه غادي يمكن نحلوا القبر ديالو وتصبح الرائحة ديالو ويتأذى منها الناس وربما يقصب والشتم إذا والتنقيص من قبر هذا الإنسان، فكيقول الإسلام أننا نصلي عليه في قبره. حتى لو دفناه بغير غسل خلاص الصلاه ديالو صلي عليه في قبره المشكله تحلت. هذا القانون الفرنسي ربما القانون الفرنسي انه لما يدفن الانسان يبقى 5 سنوات ما عندكش حق تبصر على 5 سنوات، لان هؤلاء الناس قرروا الاسلام، لان هذا الشيء يعني كان هاد الناس اللي داروا القانون قرأوا الاسلام تماما سوء، قالوا بان الانسان لما يدفن على الاقل 5 سنوات مش الدفن ديالو ضروري أن يحب، والكفن والكفن يستحب أن يكفن هذا الميت في 3 أثواب أو 5 وهو أفضل للرجل، وهو الأفضل معنا نديرو في 3 أثواب ولا في 5 أثواب هذا للرجل. أما المرأة فإذا وصلنا هذا الثوب أو الكفن إلى 7 هذا هو الجميل. طبعا للرجل قميص وعمامة وأزرة ولفافتان، هذا كله كيدخل في هذا الثوب، هذا قميص مع القميص كنشدوا واحد الثوب كنحلوه من الوسط كندخلوا فيه الراس ديال الميت، واحد كيكون قدام واحد كيكون هذا هو القميص، مشي تخيطوا على هذا لا مرة وبالمسألة يعني لو فرضنا أنه ما خيطوش الإنسان خيطوش يعني يحل في الرأس ديالو ودار واحد من تحت واحد من فوق هذا كيتسمى القميص، إلا خيطو من الجناب راه ما كاينش مشكل، غير ما يكونش أننا خصنا نديرو ليه واحد الثوب خاص ونديرو ليه هذا وشي طيور ونديرو ليه واحد الماك كما هي، لا بعض الناس لما يدفنوه كيدفنوه بكوستيم لا يجوز كمسلمين، خصنا لابد أننا نشاهد على هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حالة اللي غادي يمشي بها الميت ويدخل بها إلى قبره لا بكوستيم ولا بغيره. أيها الأحباب، الحالة اللي غادي يدخل بها الإنسان إلى قبره هو الكفن، وهذه الحالات اللي وقعت مرة مشينا نصليو على واحد مسلم لقينا مديرين ليه الجرافات ودايرين ليه السباط والمسائل هذه ودايرين ليه الورد هنايا في غادي آخر. هذا مشكل، هذا من كثرة ماذا؟ الجهل بالدين، أن جهلنا الدين ديالنا، ولما جهلنا الدين ديالنا بدينا كنقلدوا هذه الأشياء هذه كأننا ما عندناش تقاليد، ما عندناش دين، ما عندناش السنة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يستحب زيادة لفافتين اثنتين للمرأة لكمال سبع، ويجعل لها خمارا بدل العمامة، ويعتبر في تحسين حال الميت وكذا سائر يعني تجهيزي على قدر حاله. والكفن كما قلنا اما ان يؤخذ من ماله او يؤخذ من الناس اللي توجب عليه النفقه ديالو، حامه والديك الى ما انت واجب عليهم يؤخذ من ماله، الولاد ديالك اللي انت تنفق عليهم مات واحد فيهم انت واجب عليك النفقه، الزوجه ديالك كذلك، هكذا كل من تجب عليك النفقة
له فيجب عليك أن تقوم بهذه الأشياء إلا إذا كان بحال هذا البلد هذيك يكون صباح مصروف غالي الطيارة والمسائل فوجب على المسلمين أن يتكاتفوا هذه المسألة هذه باش يمكن يقوموا بهذا العمل هذا يعني حتى لا يكون صعب على النساء. وكفل الفقير اللي ما عندوش هو من بيت المال ديال المسلمين. بمعنى بيت المال ديال المسلمين هي الدولة. الدولة وجب عليها أن تقوم بهذا الفقير المسلم اللي ما عندوش كاينش اللي جهزوا في الصلاة ولا أنها من صندوق الدولة. لطيف. احنا في هذه البلاد هذه ما عندناش واجب علينا احنا المسلمين أن نديروا هذه الصلاة ديالكم. خاصها تنشا هذه الصلاة ديالكم. ولكن تنشا الناس اللي هما ما عندهمش. أما الناس اللي عندهم الاستطاعة باش يديروا وسائل في الحياة ديالهم سلام لهم. فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين. وكذلك سائر مؤن التجهيز. واليوم أصبح الجنازة عند المسلمين أصبحت اليوم بشكل خطر. عندها طقوس وعندها حالات. احنا كمسلمين عندنا كل شيء بسيط شي ضروري لكم الناس اللي غادي يهزوك اللي يهزو الميت يسوكم بالكرافات ويكون عندهم كوستيم خاص ولباس خاص واحد يمشي خاصة لا احنا كلنا خصنا نصرعوا باش نهزو الميت ماشي ضروري يكون عندنا ناس خاصين سبيسياليست اللي غادي يهزو الميت واللي لا كل شيء كمسلمين بالغسل وفي الغسل وفي الكفن وفي الحمل مفيش ابدا تقص باش نقدموا رجله ونديروا رجله وغادي بشويه هذا ما هذا وجب علينا كمسلمين ان نعمل وان نجتهد ولذلك كنشوفوا المسلمين لما كيموت الميت كيصرعوا باش كل واحد يكون عنده اجر كيفاش يهز خوه ولكن اما في ديانات اخرى فوصلت بهم الحاله الا اصبح كل شيء عندهم تجاري كل شيء كوميرسيال حتى في حاله الميت صبعات كوميرسيال في اللبس في الشكل في اللون في السياره كيفاش في الصندوق يعني عنده اشكال هذا ديال الاغنياء هذا ديال الفقراء هذا ديال احنا مسلمين عندنا كل شيء طبيعي الحمد لله بسيط غير احنا لما بعدنا عن الدين ذاك كندخل لنا هذه العوامل جينا كنشوفوا هذه الاشكال وهذه الالوان حتى دخلت علينا حتى في الميت لما يموت كيف يعني نبكيو عليه اصبحت في بعض البلدان ديال المسلمين ما باش النياحه والنواح ها نواح شكون النواح يعني واحد المراه سبيسيال خاصه يعني كتغوط كتعدد الخصال ديال الميت وكتبكي اللي ما يبكيش ها كتجي تبقى تعدد الخصال ديال الميت بانه كان يدير وكان يعدد الخشوع ها كتدير الخشوع مش الخشوع هذا الخشوع هذا مشكلة نعم ميت من بعد واحد فقير أنا ولا وش معنى هذا ما يسمى التلقين لا هذا التلقين ديال الميت لما يموت الإنسان وما تيقن بأنه ولم يقل شهادتين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقيم موتاكم لا إله إلا الله تلقين تقول يقول يا فلان قل لا اله الا الله ما يبغي يموت اذا اشار اليك بعينيه او اشار باصبعه او اشار براسه يكفيه لا ما يقولها لان هذا دليل على انه مع الكلمه واذا لم يستطع ان يقول هذه الكلمه وربما مات بغته كريز فهذا بعض الفقهاء رحمهم الله يعني ينقلون هذا الحديث الى القبر لما كينصرفوا الناس باش يدفنوا كيبقى واحد عنده وصيه يقول يا فلان ابن فلان قل لا اله الا الله لانه ديك الساعه هذيك كما جاء في الحديث وانه لا يسمع قرعني عليه قرعني عليه فالناس لما يكونوا غادي راه كيسمعوا فنلقين مع ان التلقين للسنه هو عند الميت ولذلك تلقين الميت بعد دفنه كما جزم به الجمهور من الأئمة وإن كان غير مشروع عند الإمام مالك رحمه الله المالكية غير مشروع وجرى عليه عمل الناس يعني في بلداننا مع أنه ليس مشهورا في مذهب مالك
ولذلك قال قد أمر النبي بالتقين من بعد سمن طبيب المدفون. قال النبي ويحتملوا حديث لقين موتاكم لا إله إلا الله أخرجه وأخرج عن عبد الحق في كتاب العاقبة عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقوم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقول يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولا تسمعون فأقول له أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا أو نكيرا يتأخران عنه كل واحد منهما يقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقنا حجته ويكون الله حجيجه ما دونه. فقيل يا رسول الله فإن لم يعلم أمه قال فليصبه إلى حوض. طبعا هذا الحديث فيه كلام في صحة الحديث إلى لقاء آخر إن شاء الله. الله يحفظنا جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الكبير به وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.